تمام. في حاجة واحدة ناقصة، الفيلا اللي كان قاعد فيها عم عبد الله، لو أمكن يعني لو لسه خايف على عمرك إنك تتنازل عنها. والمين؟ كريمة وبناتها، مرات عمي وبناته، ريتال وزينب وشهد. وبالتوكيل اللي معاك من شريكك تقدر تمضي على التنازل ده. أنا مستغربك أوي يا حسن، عمري ما شفت واحد الدنيا كلها تبقى تحت رجليه وبين إيديه ويقول لها لأ. أنا واحد زاهد في الدنيا، متشغلش بالك. أنت زاهد في الدنيا؟ طب خلي الكلام ده حد غيرك يقوله. أيوة صح، ما تنساش تطلق نعيمة. ورجلك فوق رقبتك، اقول لك هتطلقها دلوقتي عشان نخلص من الحكايه دي. اصل انا الصراحه ما عنديش وقت وعندي حاجات كتير قوي لازم اخلصها. وعلى اي اساس بقى عايزنا نطلقها؟ مزاجي كده. الله، حق عمك وانت خدته خلاص، مالكش عندي حاجه تاني. لا ليه يا اخوي. اخوك؟ اخوك مين؟ والد نعيمة، بكرة الصبح يبقى عندنا في البلد. ومين قالك إن والد نعيمة يبقى أخوك؟ اللي أنت فاكر إن أخوك ده مش أخوك، وبأسأل نعيمة وهي هتقولك. وكده اللي بيني وبينكم انتهى، أنتوا خدتوا اللي ليكوا وأنا بقى آخد اللي ليا. نعيمة تخصني أنا، ما تخصكش انت، وما تقربش منها تاني. انا رديت الدين اللي عليا وخلاص، واحنا دلوقتي بقينا زي الفل. لا انت ليك عندي حاجه ولا انا ليا عندك حاجه. اتفقنا؟ خلي لك دول. هعمل اللي قلتلك عليه يا شهد. ومين قالك ان انا هوافق؟ ايه؟ عايزه امي تتبهدل على اخر الزمن بعد اللي عملته علشاننا؟ مفيش حد قالها تتبهدل، بس على الاقل سيبيني اشوف حل. مفيش حل غير اللي انا قلته. مفيش حاجه اسمها مفيش حل، بس سيبيني اشوف مخرج قانوني. شهود؟ نجيب شهود؟ لا 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 يا فوزيه، لا أنا مش هجيب ناس تاني وأدفع عليها فلوس عشان تحلف كذب، تحلف يمين الله كذب. لا مش هعمل كده. أنا اللي قلت لسينا تموت محرم، ولو سألني القاضي وحلفني يمين الله هقول الحق. مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة يرضى عليا. نفسي ارجع كريمه بتاعت زمان. كل واحد فينا عليه ديون كتير قوي، وانا ديوني اكتر منكم. نفسي انضف زي الاول. نفسي ارجع كريمه اللي كانت لما تشوف حد غلبان ما تقفش وتكتف ايديها. كريمه اللي عمرها ما رضيت بالظلم. لا يا فوزية، لا مش هعمل كده. لا هو
انت عايز ايه بالظبط؟ عايز تموتنا؟ ما تموتنا تنخلص على الاقل كده احسن ونرتاح. اللي هتخرج من هنا حيه هي اللي هسيبها تعيش. ما اصل انا مش هستفيد حاجه من موتكم انتوا الاثنين. اه والله كفايه ان اخد طاري من واحده فيكم بس. المسدس كده جاهز على الضرب وفي طلقه واحده، فاللي هتاخد روح التانيه فيكم هتخرج من باب الفيلا والباب تحت مفتوح وكاني عمري ما شفتها. فالله يا بنات ربنا معاكم، جود لك، بالتوفيق. وبعدين انت هتفضل متعصب كده؟ واللي انت قلتيه ده ايه؟ معلش يا حبيبي، ما هو ابوك هو اللي اتجوزها، اكيد كان شايف فيها حاجه احنا مش شايفينها. يا زينة دي جايه تنصب علينا. يا مروان افهم كلامي، نعيمه دي لا بتهمنا لا من قريب ولا من بعيد، وبعدين هي ما عرفتش تاخد مننا حاجه، يعني اللي عملته زيه زي قلته. وبعدين محروس ايه اللي يجي يتكلم معاك ده؟ ما انت عارف ديت هو عاوز له قرشين. على فكره انت لازم تشوف حل. محروس ده لازم توقفه عند حده، كفايه اللي عمله مع عمتي. يعني انت رايك ان احنا نسيبها؟ بصراحه انا شايفه انه ملوش لازمه الكلام معاها خالص، انساها يا حبيبي. عندك حق يا زينب، كلامك موزون. تغور في 60 داهيه عشان تعرفي بس ان انا بسمع كلامك، ان انا راجل متحضر مش دكتاتور، والراي الزين انا باخد بيه. ربنا يخليك لينا. يلا بينا نمشي عشان نروح. ايوه ماله نمشي، مع ان الجو جميل والدنيا حلوه وانت معايا، وماحي كاني ماسك الدنيا وما فيها. بس معلش انا بردان. ده انا وقلع لك صوابع عشان تدفي عليها. يا حبيبي انت سلامة صوابعك بعد الشر عليك. ايوه كده كلام الحلو يمس قلبي. والله يا زينب بفكرني زمان لما كنت صغير، أنا بشرب كوباية الشاي أم نعناع وبسمع أم كلثوم وهي بتقول أنت عمري. ما أنت عمري يا عمري. يلا يا زينب نروح. يلا يا زينب. عادل عاوزنا احنا الاتنين ناكلوا في بعض. ارمي الزفت اللي في يدك ده وتعالي نقعد ونتكلم احسن. المفروض عليا يعني ان انا املك انت؟ لا انت مأمونة بالنسبة لي ولا انا مأمونة بالنسبة لي، بس هنعملوا ايه؟ ما انت السبب، انت سبب في كل القرف اللي احنا فيه ده. كان لازم تروحي وتعترفي له يا شيخه، حرام عليكي. سوء الظن هو اللي عمل فينا كده. وانت اللي ملاك بجناحات، ما انت بلغتي عني وكنت عايزه تموتيني. ما هو من عمايلك، عمايلك السودا هي اللي عملت كل ده فينا. عملت ايه يعني؟ ما هو السواد اللي جواكي طافح على وشك يا شيخه. اه جوايا سواد، ولو طلت هشرب من دمك، ولو السلاح اللي في يدك ده كان في يدي كنت هاخد روحك. هيحصل ايه يعني؟ هتسجن وماله؟ هتشنك؟ يا ريت، انا بحلم بالموت كل ثانيه. اضربي يلا، اضربي اضربي. حرام عليك. مش مهم السلاح، تعرفي خد روحك بيدي يا ريت. خد روحك بيدي. هتموتيني انت، هتستفيدي ايه دلوقتي؟ هتستفيدي ايه يا شيخة؟ عارفة المسدس ده لو كان فيه رصاص بجد؟ انا كان زماني خلصت منك ومن قرفك. عرفتيني يا شيخة؟ حرام عليكي. أنا متأكدة إن لو كان في إيدك كنت هتعملي نفس الحركة الوسخة اللي أنا كنت عاوزة أعملها. هو أنت عايزة إيه يا نادية؟ عايزة فلوس؟ أنت عايزة ميراثك يعني من مهدي؟ ميراثك من محرم؟ هديهولك يا شيخة،
هديهولك بلا قرف. مفيش مشكلة اللي انت عايزاه خدي. حتى اللي في بالك مش هيحصل. مش هيحصل خالص. اللي هو ايه؟ السجن. السجن وحبل المشنقة. انسيهم. اوعدك ان انت هتنسيهم خالص. هتنسيهم من حياتك. بس عارفه بقى يعني عارفه نادي عشان ده يحصل لازم نعمل حاجه مهمه قوي. ها لازم نخلص من عادل. عادل بيعذبنا. هو مش عايز يموتنا ولا حاجه. هو بيعذبنا بس. هو بيلعب لعبه وحش. لعبه وسخه قوي. بيلعب بأعصابنا. وانا مش حامل ده. أنا مش حامل ده خالص صراحة. أنا هخلص منه. هخلص منه قبل ما يخلص منه. وأوعدك يا نادية من غير ولا نقطة دم على إيدينا. على فين يا لبنى؟ رايحة فين يا حبيبتي؟ هو أنت كمان بتسألني أنا رايحة فين؟ لا أنا بقى اللي عايز أعرف أنت إيه اللي مقعدك هنا لحد دلوقتي؟ ده بيتي أنا، أنت اللي تطلع برا. برضه جعجعة. زيك زي محرم الله يرحمه بالظبط. هو برضه كان صوت وزيطة وزمبليطة وحاجة ما في إيه وفي الآخر ينزل ولا حاجة، زي البالونة المنفوخة بالظبط. قولي لي حسن عمل معاك ايه؟ ريتال طردتك مش كده؟ هو انت عايز ايه؟ منك انتي انا مش عايز اي حاجة. يا بنتي انتي صعبانة عليا. انتي غير كل الناس بالنسبة لي. لكن الاتنين اللي فوق دول انا هاخد حقي منهم كويس اوي. ريم ونادية؟ ريم ونادية حقي. وحق بابا. زي ما انت عايز تاخد طار ابوك انا كمان عايز اخد طار بابا. وكل واحد غلط غلطه يشيلها، صح ولا انا غلطانه؟ ريم غلطت، حطت ايديها في ايد واحده ولا تسوى من بيت عقارب. واول ما هتعض هتعض ايديها هي. افهم من كده ان ريم عمتك مش فارقه معاكي خالص؟ انا ما يفرقش معايا غير نفسي، وطار ابويا واللي جاي. اي حاجه تانيه ملهاش اي اعتبار عندي.